يقولون رمضان يتميز بهلاله، واحنا اليوم يميزنا قمره. ملاك هلت علينا بسراي ويزينها منطله، فنانه في فنها تشبه قوس قزح بالوانه. بالفطره نحبها لانها طيبه وعفويه ومسالمه وبشوشه. بالنسبه لها الغلط بالفن ممنوع، الادوار يتم اختيارها باحترافيه كبيره. ملاك ثامن عجايب الدنيا السبعه، عجيبه في فنها مختلفه وما مثلها احد، الكل يحب يشتغل معاها. شرسة في التعامل مع الشخصية، الشخصية بالنسبة لها فريسة تمتلكها، تتمكن منها لين تسيطر عليها بتفاصيلها. ملاك ما تجامل بالفن وما تطق الطار مقلوب، الدور إما يصلح لها أو ما يصلح لها، تعرف مع منو تشتغل ومتى. هالسنة ملاك لها حضور حصري في مسلسل جنة هلي مع الفنانة سعاد عبدالله. ثاني ضيوفنا اليوم وهو الأكشر الشري المتكبر والمتغطرس وشايف نفسه بعد تيدي، طلع علينا الفنان إشهاب جوهر في دوره في مسلسل جنة هلي خلال السباق الرمضاني هالسنة، يفرد عضلاته من خلال الشخصية اللي يؤديها. إشهاب طاقة جبارة يطلع لجمهوره بالوقت اللي يحتاجونه، متمكن من أدواته ومسيطر على الشخصية بعد. في الفن حبايبه كثار، يشتغل مع الكل لطالما الدور يحتاجه. رغم نجاح إشهاب خلال مسيرته الفنية إلا أنه ما زال في جعبته الكثير، يصر في كل عمل يثبت جدارته وأهمية مكانته، يعطي الفن من قلبه، الفن يحبه مثل ما هو يحبه. يا بخت سراي الليلة، إشهاب جوهر وملاك ضيوفنا الليلة، حي الله من يانا ونور بيته ومكانه. مساء الخير مشاهدينا وحياكم الله من جديد، معانا ضيوف مميزين اليوم مثل ما شفتوا التغرير، شاب جوهر وايضا الفنانه ملاك. مساء الخير، يا هلا وسهلا فيكم ونورتونا. انت اللي نوركم اصلا طاقي بالمكان. مساكم الله بالخير ويعطيكم العافيه. انت مو ميته، ايش مطلعك؟ ايش اسوي؟ جايه معاك اللقاء بس. بسم الله عليها، ما يعني كذي اقول لك عظم الله. ثناء ثناء يعني، ايش مطلعك؟ كذي اقول لك عظم الله اجرك، بسم الله عليك. يعني اذا على انا جاي حق الضغط اليوم. لا لا بالعكس ملاك، انت نجمه وابدعتي من خلال مسلسل جنه هلي. راح نتكلم اكثر عن هذه الشخصيه، وايضا شهاب جوهر انا اسف مساء على المقلت. حبيبي حبيبي الله يحفظك. انا وشهاب حجي اخوان، يعني الله يسلمك، كلنا اخوان بالنهايه. إيه انتوا اثنينكم مميزين، وانت تميزت هذا العام من خلال هذا الكاركتر. اول شيء كورونا وازمه كورونا و مأثره علينا ومأثره على الاعمال. صحيح. شنو اول شيء بتسويه شهاب اول ما ينفك الحظر؟ انا بالنسبه لي اول شيء اسويه طبعا بعد ما نحمد الله سبحانه وتعالى اليهال، همي اليهال امانه، لان فعلا الاطفال هم يعني الوحيدين اللي حايشهم يعني ضغط نفسي وعدم ادراك بالمصيبه اللي احنا فيها. فما تقدر الطفل يعني الضغط، يعني انت كبني ادم كبير وواعي وفاهم ممكن تتقبل الضغوطات النفسيه لان في مبررات، في وعي، في ادراك، لكن الطفل مهما يكون يظل طفل وإدراك على قده، فننطلق بالأطفال. ما تشوف أن الأطفال ممكن أن يكون جو إيجابي بالنسبة لهم بما أن الأم والأبو والأخوان وكلنا حواليهم، ما تشوف أن هذا الشيء إيجابي بالنسبة لهم؟ هو فعلا إيجابي حق الأطفال اللي فاقدين هالشيء. يعني خصوصا اللي دائما مشغول عن بيته وأسرته، فعلا يعني الطفل يحتاج هالشيء، لكن في أطفال ما يفقدون هالشيء يعني الحمد لله. بالنسبة لك ملاك، كورونا صار شيء إيجابي بالنسبة لك أو سلبي؟ أنا أبدا ما تغير شيء بحياتي، لأن أنا أساسا ما أطلع من البيت. بيتوتية. إيه أنا أساسا بيتوتية، كلها قاعدة في البيت، كلها قاعدة في البيت. إذا عندي تصوير أروح أصور، أروح شوية أخلص شغلي الضروري وأرد قاعدة في البيت. نعم. ملاكتي من خلال السناب طرحتي مثال للوقاية. يعني أنت كنتي وايد حريصة على لبس الجلوفز وما زلت والكمام، ولبستي مرة لبس كامل. يعني وفي ناس انتقدتك عليه ولا بالعكس الكل كان مشجع؟ طبعا يعني أول ما صارت أزمة كورونا الكل انتقد أنه أوفر، إيش قاعد تسوين وكذي، بعدين كلهم أيدوني، كلهم قالوا صح اللي انت سويتيه. وما زلت انا يعني مثلا اذا رحت حق الجمعيه يعني حق اشياء ضروريه ضروريه ما تنطلب لازم انا اروح البس اللبس كامل. صحيح. وهذا من حقك لان انت ام عيال ولان انا عندي يعني حالتين في البيت، انا عيالي عندهم امراض مزمنه. فلازم يعني لازم اكون وايد حريصه ولازم اكون وايد خايفه.
فعشان كذي صراحة أبدعتوا بجنة هلي وعلاقتكم كزوجين في المسلسل، بس علاقتكم مو أوكي في إطار الدراما الاجتماعية، إن بينكم مشاكل. خلينا نشوف لقطات نرجع لكم. عبد الناصر، أنا ما دزيت لك المسج عشان تي إلا لأني هديت وتجاوزت الموضوع. لا صدق، يعني إذا أنت هديتي لازم أنا أهدى. ما نبي ننام إحنا زعلانين، عافية. أنت اللي زعلانة ومتضايقة ومطنقرة على موضوع سخيف. الموضوع مو سخيف. شفتي؟ شفتي إنك بس حكي ولا من الداخل الموضوع للحين بقلبك؟ لا ومصدقتهم وكذبتني أنا بعد. في فرق إني أنا أصدق الموضوع وفي فرق إنك تهمني وأتأثر عليك. شوف الموضوع بطريقة ثانية. لا تشوفه شك، شوفه حب. وإذا شفته حب راح تعذرني. لأن اللي يحب يتعور وايد. الطقة إذا تأثر بغيره مرة تأثر فيه ألف مرة. ما يسوى علينا هالحب. لا تستهين بمشاعري، ترى صعب علي إني أعترف فيها. سولة معزومة عيد ميلاد صديقتها، والحارث ناقصة شوية أغراض من السوق، وديتها يشتريهم. وش حفلتها هذه اللي سولة معزومة عليها؟ عيد ميلاد جنى. جنى؟ من جنى هذه؟ هاو عبد الناصر، ايش فيك؟ جنى صديقتها من الروضة، كم مرة جت لنا البيت ما شفتها؟ لا ما ثبت. وبعدين هذه شلون أخلاقها جنى؟ تعرفينها زين؟ تعرفينها عدل؟ جايين مع بعض؟ لا خالتي، أنا جيت من الدوام على طول هني. هاو أي الإعلامكم ما سلمتوا على بعض؟ شنكم متزاعلين؟ كلمتها بالتليفون، كنت أكلمها طول الطريق بالتليفون. أي على بالي، شلونك بالدوام يا يما؟ أخذي إجازة وقعدي أنت تقل. جنة هلي مسلسل ممتع، حواراته رائعة، في جرأة ولكنها بإطار معين يحترم المشاهد، وانتم أكيد عارفين هذا الشيء. هو من تأليف نوف المضف ومن إخراج منير الزعبي، وأيضا يعني على رأس القائمة الفنانة الكبيرة أم طلال سعاد عبد الله، نوجه لها تحية. شاب أنت غير في هذا العمل، مختلف وقاعد تمثل بطريقة مختلفة. أسألها شنو قلت له؟ أول يوم تصوير شنو قلت له؟ قلت لي راح تطلع بشيء غير وما راح تعرف نفسك بالأداء هذا. طبعاً السبب طبعاً الفضل الله سبحانه وتعالى، ولكن أنا في يعني شهادة حق يعني أقولها، يعني أرفع القبعة الأستاذ المخرج اللي ألقبه بالرسام. صحيح. يعني مخرج رسام، مش فقط مخرج وأدوات تكنيك ويلا اشتغل. الأستاذ منير الزعبي يعني اشتغل معاي مشهد مشهد، قطعة حرف حرف، كلوز كلوز، قطعة. الرجل تعب معاي بمعنى الكلمة عشان نطلع بهالصورة هذه اللي الناس شافتها اليوم. وأيضا الأستاذة القديرة يعني سعاد عبد الله وطلال، يعني تاج الراس وحبيبتي، ما قصرت وياي المشاهد اللي أنا معاها، يعني ما قصرت وياي بتوجيهاتها وبخبرتها، يعني ما بخلت علي بشيء للأمانة. يعني بالنهاية هذا اللي تعودناه طبعا، ثمرة تعاون من الجميع عشان نقدر نطلع بهالصورة هذه. حلو. بالنسبة لك ملاك، بعد انقطاع سنة كاملة رجعتي لنا في جنة هلي، شلون كانت الأجواء معك بعد هذا الانقطاع؟ والله أنا كنت واقفة سنة، كنت متخوفة أرجع. شنو سبب التوقف؟ هل السمنة؟ لا 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 واحد صفر. أي وأنا يعني أنا كنت ناوي أنزل وزني، أنا وايد وايد متنت الفترة اللي طافت، بس محاولاتي باءت بالفشل. ملاك صراحة جميلة في كل حالات، بعد عمري ما يبين أبدا، يعني أنتي تحت الهواء قاعدين سمنة أنا ما أشوفها بعد عمري، بس يمكن أنتي وايد متعودة على النحافة. إيه. فأنا كنت واقفة يعني، بس من كلمتني أم طلال طبعا أكيد ما أقدر أقولها لا. آخر عمل اشتغلت معها كان أمنا رويحة الجنة، الحين جنة أهلي. إيه. فمن جنة الجنة أنا معها. فأكيد يعني أكيد ما أقدر أقول لا. والحمد لله يعني أنا ما أحتاج أسوي أبديت على عمري أو أراجع، يعني أنا من مدرسة أم طلال ومن مدرسة أم سوزان، مدرسة العمالقة الجيل الذهبي، يعني أنا تعلمت منهم، فهذا بحد ذاته يعني هذا مشوار طويل أنا تعلمت منهم، فأكيد أنا مستعدة بأي وقت. بالنسبة للتفاصيل الشخصية، شنو الشيء الجديد اللي أضفتي في هذه الشخصية؟
والله أنا ويا شهاب دائما يعني وايد نمثل ويا بعض ثنائيات. حلو. بس هالثنائي بالذات قررنا إنه يكون غير. إيه. لأن متعودين إحنا ثنائيات صح. تكون 30 حلقة. فالناس راح تمل من عندنا 30 حلقة. فأنا معه عزمنا إن تكون يعني هالسنة ثنائيتنا غير إن بنأثر بالعالم. زين ونسوي شيء جديد. وعلى فكرة أول مرة. يكثر قساوة. بعدين لا يعني أنا أول مرة ويا ملاك يعني يكون دور إني مثلاً يعني يكون في يعني كره أو مثلاً أصب غضبي عليه يعني دائماً دور الحبيبة نطلع وياه نحب بعض ونتزوج أو نتزوج. يعني فعلاً الأدوار كانت مختلفة يعني بطبيعتها. الشخصيات من داخل كانت مختلفة فكان شيء جديد بالنسبة لي أنا وياه أن نلتقي بكيمياء معينة أن نقدر نخلق شيء جديد يعني الناس تعودت علينا يعني بس الحمد لله رب العالمين قدرنا يعني الطق صار فيني يعني عبد الناصر الكيكره هو كان وايد خايف أيام التصوير كان وايد خايف يعني خايف أنه يطلع الناس راح تكرهه وشي قلت له صدقني راح تطلع وايد غير وراح تحب نفسك وراح تحب شغلك برمضان قلت له أنا أعرف يعني أستاذ منير الزعبي أنا أعرفه إذا مزج على أحد خلاص يطلع غير وقال له أنت أول مرة معي راح تطلع معي غير فأنا كنت أشوف أنه مزج على شهاب مزج عليه قال له أنا متحدي فيك قال أنا متحدي فيك وفعلا لا فعلا انتم قدمتوا شيء مختلف وغير وجديد على الدراما الكويتيه والخليجيه ومرام انت عارفه رايي فيك انا ملاك مو مرام قلت مرام اليوم ايش فيك مسرور اليوم مرام شوي هند بوجهي تتفاجئ طبعا نوجه لها تحيه مرام من زمان اليوم الفطور عندي في شيء ملاك انت عارفه رايي فيك انت لازم تفحص اكيد فيك كورونا لازم لا هذه اشاعه يا جماعه ملاك انت عارفه رايي فيك كممثله وانت بهذا العمل مسويه كاركتر السهل الممتنع صحيح يعني انت مقدمه الشخصيه بطريقه يعني سهله ومع هذا مو اي احد يقدر انه هو يتقنها او يجيدها في انتقاد مع هذا انا مو راضيه عن ادائي للامانه ليش كان يعني كان مفروض اني اسوي احسن يعني انا لما شفت بصراحه ما يعني قلت أنا كان عندي أحسن أسوي بس يمكن لأن كنت فترة رجيم قاسي حتى كان يدري شاب زين فكنت مو مركزة يعني مخي مو معاي فالحمد لله جت على كذي أوكي لا كان حلو ودائما الأشخاص المبدعين والموهوبين نفسكم ما يكون دائما راضي عن أدائه اللي هو قاعد يقدمه زين صار في انتقاد على مشهد معين يعني إذا ممكن حضرتك توضح شهاب أو ملاك لما توفت ثناء في العمل ردة الفعل كانت عادية يعني ليش ما بين بالمشهد طريقة الحادث الأهل ما تيمعوا كونها حامل تمينا مدة ما ندري إذا هي يعني الياهل صار في شيء ولا عايش في مفاجأة الأمانة أنا بعد إذنك أوضح الصورة يعني أستاذ منير والأستاذة سعاد يعني حاولوا أن يوصلون الحس زين بالطريقة الغير معتادة والروتينية يعني إحنا دائما يعني مسلسلاتنا إذا صار حادث أو حالة وفاة تلقى الصريخ والمستشفى والتلطم والصياح والبكي هذا كله معروف يعني هذا كله يعني حاولنا نوصل حس يعني مبطن يعني كان في نوع من القهر الذاتي من داخل ووصلناه للمشاهد بأسلوب يعني جديد كان وأسلوب وصل صحيح. للمشاهد والمشاهد تلقى الحزن ولكن من غير أن يجزع يعني هذا الجزع يعني الناس مصدومين من غير صدمة إيه يعني إحنا كنا ما نبي هذا حالة الجزع والصياح والصراخ والبكي يعني ما تحسون إن ملاك الناس تبي كذي اي طبعا خلاص تبي تشوف المشهد تبي تعيش اللحظه انت قصدك انه يبون يشوفون لا 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 هذا صار شيء قديم يعني الحين كل مسلسل تلاقي حادث لازم تهول ولازم خلاص اذا واحد مات انتهى يعني دروا انه مات يعني رده فعل عبد الناصر الكل انا يعني عقب ما انتهت الحلقه اللي جت لي وايد اتصالات قلت لهم انطروا لباكر لان يعني رده فعل من بني ادم لبني ادم تختلف يعني في حالات وفاة انت تصير لك تنصدم ما تتكلم ولا كلمة دمعة ما تنزل انتوا لا تدرون مشهد الحادث اللي سويناه اصلا ايش كثر قعدنا فيه وايش كثر انا كنت معلقة فوق بالسماء جايبين ونش معلقيني علشان يطيحوني على السيارة ترى عندي الفيديو عندنا انا
عندي بعد الفيديو بس يعني ما حطيتها عشان لا نحرق احداث المسلسل. يعني خذينا وايد وقت فيه وكان يقدر المخرج انه يهول بالمشهد. صحيح. بس كل ما المشهد يكون بسيط كل ما يعني يكون احلى. خلاص هو وصل انه حادث وتوفت انتهى الموضوع. فليش تهول ولا يعني حتى البيبي توفى بعد. اي يعني اكيد حادث وهي طاحت على بطنها والسياره يعني اشكره واضح انها مع السلامه. بالنسبه للوالد يعني في المسلسل كان ممثل ابراهيم الحربي. فكان دوره اب يعني لا نقول غير سوي بس انه شخصيه سلبيه. ومع هذا في ان انت كنت دائما اذا يعني تبي تاخذ نصيحه ايجابيه او شيء فتروح تلجا للوالد، ما تحس انه في تناقض في هذا الموضوع؟ لا، الاب مو شخصيه مساويه، ما نقدر نقول كذي. ليش؟ لان الاب اتضحت الحلقات الاولى انه كان يدرس بالخارج فشوي منفتح وفري اوبن مايند يعني واوبن. دور أديبة اللي هي أم طلال هي المرأة القوية اللي تحاول تحافظ على العادات وعلى التقاليد وتحث البنات وإن لو ما عندنا يعني حتى في مشهد سوري مقطوع كاش خير يعني مشهد جدا حبيته. يعني الكل قاعد ياكل بشوكة وسكينة يعني وأم طلال قاعد تاكل بيدها. صحيح. زين بالمشهد قاعد تاكل بيدها وعادي يعني. وبعدين حتى لو يعني حاولت تقدم المرأة الكويتية الطبيعية حتى لو هي مليونيرة وحتى أو مهما كانت لكن أنا هذا يعني طبيعتي. يعني هي اللي تقصد مناك وشاب في أن الأب يرتكب ذنب في العمل. أي يعني أن شلون يعطي نصايح ولده. الأبو مهما كان سيء دائما يبي حق ولده الأفضل فأكيد بينصح بالنصايح الصحيحة. زي ما راح يخلي ولده شبيهة يبي أفضل منه. فدائما يعني مهما كان الأبو ولا الأم سيئة عيالهم ما يبون يطلعون عليهم يعني ما يبونهم يطلعون نفس السوء اللي هم فيه. أكيد دائما يعطونهم الأفضل والنصيحة الصحيحة. فهذا أكيد يعني راح يكون كذي. نعم. وفي اتهام دائم للدراما الكويتية والخليجية في أن الأعمال المقدمة ما يكون فيها عمق، يعني الأعمال تكون دائما شخصيات سطحية وقضايا كلاسيكية ولا تعبر عن الواقع. شنو ردكم على هذا الاتهام؟ شوف الاتهام هذا انا بالنسبه وجهه نظري طبعا اكيد احس عندها يعني عندها كلام بس لا لا يعني هو وجهه نظر فلتر. احنا شوف شوف بالنهايه النص يقدم لك انت تقدم شخصيه زين وقصه لكن انت يعني انا ما اصير دور المصلح. نعم. ولكن انا قضيه زين اطلع مساوئها. لا لا قول زين الدراما رساله قاعد تقول الدراما رساله. احنا مقيدين احنا في اطار ما نقدر نتعداه ولا نطلع عن الخط اللي محطوط لنا. احنا عندنا رقابه. صح. عندنا اشياء ما نقدر نتعداها. فشيء طبيعي ان نصوصنا وادوارنا تصير سطحيه ما نتعمق لان خطر. معقولة يعني في مشكلات في المجتمع ما نقدر نتطرق لها. احنا ب 2020 الحين وصارت الاعمال جدا جريئه. شوفوا الطرح في هذا في السنه في رمضان يعني اعمال جريئه المتابع يعني ممكن استنكرها بس خلاص الحين يعني تعدينا. لو تلاحظين ان في مشاهد محذوفه من تلفزيون الكويت محطوطه في قناه ابو ظبي. صحيح. فهذا دليل على شنو؟ هذا الدليل على ان احنا ما نقدر نطلع برا اطار جنة معين. جنة هل تم يعني قطع اي 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 في في مشاهد حق الاميال لا لا تلفزيون دوله ومش قناه خاصه طبعا ففي في حدود يعني ما نقدر نتعداها. ما نقدر فان شاء الله لما نمثل برا راح نصير اعمق. وبعدين بضيف على اي وبضيف على كلام اختي شوفوا ايه هو اللي قاعد يقدم المصيبه اللي احنا طايحين فيها بالوسط الفني ان في وايد اعمال سنه 2020 قدمت جرأه. صحيح. ولكن للاسف الشديد هي مش جراه كثر ما هي وقاحه. صحيح. في يعني شعاره بين الوقاحه والجراه قاعد تنقطع الوقاحه وما حد قادر يعني مو اي واحد متمكن يصيد الجراه. صحيح. او يقدم الجراه السليمه. انا ما يقدم وقاحه وبالنهايه اقول انا انسان جريء. يعني انا اتذكر مشهد كلوني الدنيا عليه انا ويا اخوي مشاري البلام في مسلسل زواره خميس ان انا كنت نايمه وهو قاعد على طرف السرير. شنو صار؟ الدنيا قامت ما قعدت. تتذكر المشهد؟ مع ان المشهد ما في اي شيء انا بعيد عنه وفي مسافه بيني وبينه. الحين تحضن وتلملم وما ادري شنو ويقولون لنا ان لا عادي هذا الجرأة. انتم شنو رايكم كممثلين في الادوار الجريئه اللي الحين قاعدين يقدمونها وقاعد تظهر على الشاشه؟ والله انا شخصيا على حسب الانسان يعني وهو اللي يشوف الفن. طبعا بالنسبه احنا كمجتمع خليجي
لابد ان يعني نلتزم بعاداتنا وتقاليدنا. يعني انا بقول يعني بقول شيء بسيط، يعني اليوم عمالقه مثل استاذ سعاد، مثل استاذ حيات زين، استاذ عبد الحسين عبد الرضا الله يرحمه، استاذ خالد النفيسي، استاذ علي المفيدي، استاذ يعني عندنا اساتذه كبار وصلوا الى قلوب الوطن العربي اوكي، من غير ما يقدمون التلملم والوقع هذا اللي اليوم احنا نشوفه. لا وايام ما في تلفزيون، بس تلفزيون وايامها رقابه يعني كانت تسمح لهم القنوات، وايامها الرقابه كانت تسمح لهم باشياء وايده مو مثل الحين. يعني كان عندهم حريه راقي. يعني انت مع الجراه في الطرح ولكن مو مع ضد الجراه في المشاهد اللي تكون غير لائقه في عادات التقاليد. اي بالضبط، انا ما عندي مشكله اسوي دور جريء بس مو وقح. انه يعني ما في يعني ما في تلمس تحضن، بس جنة هالي كان في مسكه ايد. لا ما مسك ايدي، وخرت ايدي. لا مو حقك. شنو منو يعني كاركترات اخرى حتى لو لمسه ايد نفس الحضنه الايد. اوكي لمسه ايد نفس الحضنه يعني فرق. انا لما تيم لا والله اي اشبطنا وحضنا وبوسه وحطها هني مثلا، يعني في ممثلين اليوم وصلوا الى يعني الدرجه هذه. احنا ما نبي نوصل، لان بالنهايه صالح احنا مجتمع خليجي محافظ، بالنهايه احنا قاعد نقدم فن راقي. يعني حتى صح احنا مجتمع خليجي مو معناته ان احنا ما عندنا ناس متفتحه وما يسوون كذي. لا يسوون كذي بس اوكي، تبون تسوون اعمال كذي سووا اعمال كذي، بس قولوا في فئات معينه لا تشوفها. مثل يعني يعني اي قنوات، في قنوات معينه تحط ان هالمسلسل حق عمر معين لا تشوفونه. زين سووا كيفكم انتم احرار، بس لا حطوا ان سن معين لا يشوف هذا الشيء. صح. منو فيكم ما يذكر اوراق الحب اللي مع ميساء المغربي؟ قدمت جزئين 60 حلقه مسلسل من اول المسلسلات الرومانسيه اللي طلعت بعد المسلسلات التركيه والمكسيكيه، كان اول يعني ثيمه خليجيه في الرومانسيه. اتحداك تجيب لي مشهد واحد رغم نجاح المسلسل على مستوى الوطن العربي، المغرب، تونس، الجزائر، الخليج، مصر، وصل الى يعني كل مشاهدين الوطن العربي. اتحداك مشهد واحد تجيب لي اني انا المستيقظ. زين شنو تفسيركم على هذه المشاهد اللي قاعده تطرح من خلال الدراما كاحضان او ك في اشياء مفتعله للدعايه؟ مع احترامي لهم فاهمين الجراه بالطرح غلط. وفي شنو هم يبون يوصلون له؟ يعني بحسب رايك ترى ليش هم قاعد يعرضون هذه؟ احنا فنانين نقدر نسوي كل شيء، نقدر نقدم كل انواع الفن. هذا مو اسمه فن، هذه جرأة يعني مع احترامي لهم جرأة غبية. يعني الحين انا لما اشوف ملاك برا عادي اصافح اسلم عليها عادي اوكي، لكن في ناس تفتعل. انا هذه جدا مهمة، يعني في ناس تاخذ المشاهد هذه قبل عرض المسلسل تسوق المشاهد هذه في السوشيال ميديا انزين في عشان تسوي ضجة. اوكي بس في مسلسل جنة هالي اللي انا من متابعينه وعشاقه واشوف ان انتم قاعد تقدمون جرأة من غير ما يكون في جرح للمشاهد من خلال الكثير من القضايا اللي انطرحت وراح نتكلم عنها، كان في مشهد او مشهدين بين لمياء طارق وجلها تحيه وحسين المهدي مسك ايدها لانهم يحبون بعض، فشنو تفسيركم؟ اوكي انا امسك ايدها اوكي، لكن بشكل طريقه يعني مسكت ايدها، لكن قلت لك في يعني فرق ما امسك ايدها كذي وفرق لما امسكها وفرق ما امسكها كذي وحاضنها من زنودها ولازق فيها. وطيح في مشاهد وايد اليوم كذي واحنا ضد المشاهد هذه. فهمنا وجهه نظرك شهاب ووجهه نظر ملاك، ونبي نعرف ملاك اللي دائما دام فضلك تقدم اعمال مختلفه وتختار وجريئه جريئه بالطرح طرح الموضوع مو في المشاهد. ملاك فاجأتينا بوفاة شخصية ثناء من خلال العمل. لا الحين الناس مو صدقة. إيه شلون أنت يعني بعد غياب سنة رجعتي من خلال هذا العمل وقدمتي فقط 10 حلقات تقريبا، بس تجاوبين من بعد الفاصل؟ إن شاء الله وأنا مستعدة أجاوب. يلا أوكي. هذه حركات المذيعين. تشويق. نروح فاصل ونرجع نكمل حوارنا مع النجمة ملاك والنجم شهاب جوهر. من بعد انقطاع دام سنة اكتفت بعشر حلقات ملاك، شنو السبب؟ والله السبب لما كلمتني ام طلال قالت لي انا ما اثق باحد يسوي الدور الا انتي. ام طلال كلها تقص علي بهالكلمة. وانا طبعا اكيد ما اقول لها لا. فلما قريت العمل قلت لهم من المخرج؟
قالوا لي الأستاذ منير الزعبي، فقلت أدري أن أنا راح أخذ حقي وزيادة بالعشر حلقات، لأن أعرف الأستاذ منير الزعبي شنو راح يسوي، وأعرف العمل مع أم طلال شنو راح يكون، والعشر حلقات يعني أنا كفنانة يا أني أخلي الناس تذكرني أو أن عدة مرة مرور الكرام. هذا السبب اللي خلاك غير راضية أن أنت قدمتي في هذا الدور؟ لا أنا راضية، يعني يمكن عشر حلقات. لا لا أنا مو على الكم، ما عطلتك. أنا مو على الكم والله. أنا بالعكس هذا دائما، أنا حتى في مسلسل جنة هلي مسلسل أمنا روحت الجنة، ترى دوري كان صغير، كان دوري بسيط، بس أنا فرقت مع العالم لأن حطيت فيه التأتأة. صح. زين هذا اللي خلاني أفرق مع العالم، إن تلاحظني كانت مشاهدي مو وايد. زوارة خميس كنت دينة. إي وزوارة خميس كنت دينة. زين فكانت مشاهدي مو وايد. الشاطر الفنان الشاطر هو اللي يسوي له بصمة في عمله. فالحمد لله أنا في جنة هلي عشر حلقات، بس الناس لليوم تقول لي معقولة خلاص دورك؟ إيه. يعني من يومين منتهي، معقولة خلاص دورك؟ وهذا يعني هذا الحب الحمد لله رب العالمين، يعني إضافة حلوة حق المسلسل. راح ترد ما يدرون ما يدرون. يمكن يمكن هو حرق المفاجأة. كذي يصير برنامج ثاني. يمكن مو عشر حلقات. بنتها تكبر. يمكن. ما تدري شو يصير. يمكن أختي توأم. مستحيل. عند الناس تابع العمل يصير الأحداث الحالية شلون تكبر. يمكن أختي توأم. يمكن عندها أخ توأم أنت ما تدري. في مفاجآت في العمل. في فلاش باك. حرق الجمهور. والله سويتونا مفاجأة. ملاك الصراحة إحنا متشوقين نشوف لقطات حق أدوارك، وأنتي وايد شاطرة. وليش شاطرة في هذه المشاهد؟ اللعب مع الكبار ما هو بالسهل، يبيه الاحترافية. ملاك ما تمثل إلا مع الكبار، لأن بدايتها كانت مع الفنانة الكبيرة حياة الفهد والفنان رحمة الله عليه غانم الصالح في مسلسل الخراز. كذي كانت انطلاقتها في سلم الشهرة والنجاح، جسدت دور زوجة الابن الشرير اللي تحرض زوجها على والدينا، ومن يومها زاد طلب المنتجين عليها وصار وجودها في الفن ضرورة. اشتغلت مع عبد الحسين عبد الرضا في التنديل، ومع سعاد عبد الله في أم نرويحة الجنة وغيرها وغيرها، ومع هدى حسين هم بعد في مسلسل أميمة في دار الأيتام، ومع الفنان أحمد جوهر في مسلسل لاهوب. في اختيارها للشخصية تختار الصعب، أدت العديد من الشخصيات والأدوار المركبة، مثل دور الفتاة المسترجلة مهرة بمسلسل أبلة نورة، ودور الفتاة المصابة بالصرع بمسلسل السجينة مع الفنانة مريم الصالح، ودور الفتاة المتدينة تسنيم في مسلسل زوارة خميس. وفي كل شخصية ملاك تلامس وجداننا، بخيرها وبشرها نحبها. هالسنة ملاك بمسلسل جنة هلي بشخصية أيضا غير ومختلفة بتفاصيلها. سؤالي، غالبية أعمالك نشوف الأدوار المركبة، شلون تتخلصين من الشخصية بعد ما تتقمصينها؟ أم يبقى هناك أثر للشخصية موجود في داخلك؟ هذا كان سؤالي وانتظر منك الإجابة. أوكي رجعني. شلون تظهرين من الشخصية أو تتخلصين من الشخصية المركبة بعد ما تأدينها في العمل لأنش تتقنينها؟ والله شوف عشان أكون صادقة، هي شخصية واحدة أثرت فيني، التأتأة. ما يتأتأتأ لليوم لليوم، يعني في جمل طويلة لما أقولها أخذ نفس وتأتأ فيها. فعلا يعني كان وايد دور صعب وايد أثر فيني. شلون تعلمتي التأتأة؟ لأنك يعني أجبتيها، يعني إحنا قاعدين نشوفك. صالح يدري. صالح يدري شلون تعلمت التأتأة. أنا عندي رفيجتي كان عندها تأتأة، كانت تأتأ، فكل ما تقول كلمة فيها تأتأة كنت أرددها وراها، فتعلمت منها أو من غير ما أقصد. شوفي الحين أنا قاعدة أتكلم قاعدة تأتأ من غير ما أقصد. إنزين فلما يعني الدور قلت شنو أحط شيء يعني يلفت النظر بنفس الوقت هذا يخدم الشخصية. إيه بالضبط بالضبط. شنو الشيء يخدم الشخصية ويلفت النظر بنفس الوقت ويعني ما يصير شاذ، بالعكس يكون يعني شيء طبيعي. فقلت هو يخوني مع مذيعة، المذيع معروف بلباقة لسانه، فقلت خليني أسوي التأتأة عكسها
زين، ففعلا الحمد لله رب العالمين ان الله وفقني فيها. نعم تستاهلين وتستحقين لانك تشتغلين على الشخصيه الله يسلمك. واللي يشوف ملاك يقول هي خريجه المعهد العالي للفنون المسرحيه. مع الاسف ما تشرفت اني كملت في المعهد. نعم ولكن شغلك وجهدك واجتهادك ممكن حتى يفوق الخريجين. بس انا مع احترامي لطلبه المعهد انا تفوقت عليهم وايد وايد وايد، لان انا درست باهم معهد، درست تحت ايد سعاد عبد الله. صحيح. مع حفظ الالقاب درست تحت ايد حياه الفهد، درست تحت ايد ابو عدنان الله يرحمه، درست تحت ايد قانم الصالح الله يرحمه، درست تحت ايد خالد نفيسي، علي المفيدي، عبد العزيز الفرج، عبد العزيز سعد الفرج العرفج، عبد العزيز المخرج الله يرحمه برحمته. طبعا هذين العمالقه كلهم انا درست تحت ايدينهم، ما في ولا واحد من طلبة المعهد أتوقع درس عندهم كلهم. صحيح. فأنا تفوقت عليهم في هذه النقطة الحمد لله رب العالمين. نعم إذن التجربة هي خير مثال والتعلم وأشياء وايد يشتغل عليها الفنان. شهاب شلت الشيب ها اللي بالعمل عاد كان حلو عليك. هي كنت صابغ نصه شيب ونصه صبغ. إيه أنا عبالي كان. إيه لأن لا لأن لازم يكون كثيف كان عشان لا لأن شكله مو حلو صاير نصه أسود ونصه أبيض. لا بس كان. فاضطرينا إن يعني اضطريت إني أزيده كامل. نعم. والحمد لله يعني قدرت. زين ليش انتحرت؟ ها؟ ليش انتحرت؟ نعرف من بعد ما نشوف ايضا تقرير مميز لنجمنا شهاب. شفت غزه؟ شوف تقرير عن المميز شهاب جوهر. فلان ولد فلان ولد عم فلان، كذي يعرف كل شخص فينا على روحه، لكن شهاب جوهر واحمد جوهر عمرهم ما ذكروا انهم عيال عم. اتوقع هالمعلومه مو كل من يعرفها، وايد ناس يجهلونها. ليش سعى كل الطرفين إخفائها؟ هل هناك أسباب؟ أكيد هناك أسباب نجهلها. الاثنين نجوم في الفن وكل واحد فيهم شق طريقه بروحه باتجاه معاكس للآخر، والاثنين يمشي بعروقهم دم واحد وحبهم للفن، لكن ما شفناهم مع بعض في عمل مشترك يجمعهم، خصوصاً وإن الفنان القدير أحمد جوهر منتج درامي وله العديد من الأعمال الناجحة. هل لا يؤمن أحمد جوهر بموهبة شهاب جوهر؟ أم هناك خلاف بينكم لا سمح الله؟ هذا كان سؤالي وأبي منك الإجابة بشفافية مثل ما تعودنا عليك. شهاب جوهر نبي الإجابة بشفافية. طبعاً أحمد ولد عمي وبالعكس ظهري ولا كل احترامه وتقديره وفنان قدير وما بيني وبينه خلاف، بالعكس يعني أنا حتى بحكم سنه أقول له عمي ترى يعني ما أقول له ولد عمي بحكم السن. بس انا ما حبيت ان يوم من الايام احد يقول ان لو مو ولد عمي ويا ولد عمك لا مو شغله ان لو مو ولد عمه ما طلع شهاب جوهر. يعني انا هذه النقطه اللي كنت محافظ عليها، انا ما ابي باكر احد يقول ان اي والله فلان طلع وظهر على الساحه عشان ولد عمه احمد جوهر او ان احمد جوهر هو اللي طلع يعني الساحه. وبعدين ترى وفاق تصير والله. وبالعكس يعني واحمد انا تربطني فيه يعني علاقه جميله وحلوه وبيننا يعني تبادل، واروح له يعني امر البيت ونقعد ونزاور وياه واروح للمكتب. حسب خبرته ما تستشيره في بعض الاحيان اذا خذيت دور؟ لا انا ما يعني احمد تعاملي وياه يعني ولد عم نهائيا، انا قاطع هذه موضوع ان يعني الوسط قاطع من يعني باطر من العرج يعني يعني ما اي يعني ما اقعد ويا ولد عمي وضحك وهذا اوكي. وعلى فكره اشتغلنا بعمل يعني اللي هو كان الظل الابيض اي على عمل اللي هو انا اشتغلت ويا عمل واحد بعد اي انا عمل واحد اشتغلت وياه كان اي ويا النت الله يذكره بالخير. وبعدين انا ما اميل حق الاعمال هو يشتغل دائما الاعمال التراثيه، انا ما اميل حق الاعمال التراثيه لان فيها جهد كبير يعني اللوكيشنات يعني انا اتكلم عن اللوكيشن يعني انت حتى اذا ارتبطت بعمل ثاني التوهق يعني صحيح. اللوكيشنات بعيده يعني انت مثلا تصور بالسالمي زين درب ساعتين ونص يعني حتى ما تقدر ترتبط بعمل ثاني او مثلا لان دائما اللوكيشنات هذه يسوونها بمزارع لها اجواءها ولها إيه؟ مشاهدها المتعبه. ملاك تقولين انك جننتي احمد جوهر شلون جننتي؟ لان كنت في بدايتي كنت ما اعرف شو يعني تمثيل، ما قلت لك كنت اتعلم زين. ف كان هو من الناس اللي يعني فادوني في حياتي العمليه وكانوا يعلموني وانا كنت ياهل، يعني النصيحه هذه ذهب
وانا ما كنت اعرف شنو يعني. فكان كل مشهد يسوي كذي يسوي كذي يسوي كذي، وانا كنت وايد شيطانه ولويا باللوكيشن وكذي وهذا. فلما كبرت شوي تذكرت الاعمال القديمه، قلت الله يعينهم مساكين، يننتهم يننتهم على ما تعلمت. شاب انت كنت مرشح لعمل مع شجون غرفه رقم 7 وما اكتمل هذا الشيء، شنو السبب؟ توقف، شنو صار؟ ما توقف هو، اعتقد اللي كان المسلسل قصدك قبل احداث كورونا. اي 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 طبعا وقف مؤقت الاحداث اللي احنا فيها يعني، والوباء عسى الله يجيرنا منه وان شاء الله ازمه وتفرج على امه المسلمين جميعا وعلى العالم وعلى الانسانيه كلها، لكن واقفين على ما الامور ان شاء الله تتعدل، وان شاء الله يعني في وايد يعني. حتى عندي انا مسلسل ثاني ايضا بعد انا وعبد الله ابو شهري، وهم بعد توقف بسبب ازمه كورونا. يعني انتم قدمتوا اثنينكم هالسنه عمل عمل، السبب ان الظروف عملنا توقفت. لا انا شخصيا اتكلم عن نفسي، كنت ابي اتفرغ تماما للدور، لان الشخصيه يمكن تدري يعني صحيح. من الجلده للجلده وما يعني كل مكان انت موجود يعني ما في لوكيشن انت مو فيه، ما في جزء انا ثلاث اعمال، فيبي له يعني كان تفرغ صحيح وتركيز، وهذا فعلا يعني اللي حصل بالمكتب بيني وبين استاذ منير واستاذ ابو محمد، اوجه له تحيه عسى الله يهدي عليه بالصحه والعافيه يا رب. يعني اتفقنا اني اركز في هالعمل هذا عشان اطلع بشيء مختلف ويكون تركيز عليه. وبعدين يعني قامه مثل استاذ سعاد عبد الله، الواحد كفنان ويبي يكون له سي في جميل لازم يكون له تركيز عالي لما يواجه ويوقف ويقدر الناس هذه. وكلت اخيره فيها خيره بالنهايه، هذه خيره. وبالعكس هالمره احس ان يعني تفرغنا احنا كمتابعين ومتفرجين للاعمال اللي معروضه. بالضبط. اعمالك اللي تكنسلت ملاك ما تكنسلت، هي تأجلت. اي يعني انا صورت عمل اسمه ورود ملونه، ان شاء الله هو كان المفروض حق رمضان بس ان شاء الله راح ينعرض عقب رمضان على تلفزيون الكويت. على تلفزيون الكويت إيه؟ ان شاء الله. وفي عمل سعودي وقعت العقد معاهم، كان المفروض اني انا اخلص من مسلسل جنتها لي واطير السعوديه اصور، بس صارت اوضاع اللي الحاليه ان شاء الله الله يعديها على خير. فقلت يعني انا اخاف اسافر. ورد ملونه على اسمه، بس انت طلعتي فيه من غير ولا لون، لا فونديشن لا ميك اب لا تنت لا حمرا. استغلاليه انت على فكره. شنو الاسباب؟ شنو السبب؟ حبيت اغير يعني هذه الجراه اللي احنا نقول عنها دائما تحب تحط تتش في ادوارها. بالضبط، هذه الجراه اللي احنا نقول عنها. ما في ولا فنان مستحيل عندنا بالخليج مع احترامي للكل يطلع مغسل وجهه بماء صابون ويطلع بالتلفزيون. انا سويتها. انا غسلت وجهي بماء صابون طلعت بالتلفزيون، لا حمراء لا تنت لا مسكرة، وايد اريح يعني وغير وانسانه طبيعيه. يعني احنا مو كل وقت ترى قاعده نحط مكياج. ملاك هل مثلا المخرج فرض عليك هذا الشيء ولا لا انت أبداً. بس كل مره تحطين بصمه في الادوار اللي انت تقدمينها؟ انا لان ابي اطلع بشخصيه جديده، ابي اطلع غير والدور يسمح اني اطلع كذي. وهم المخرج الاستاذ منير الزعبي كان يقول لي والله حطي فونديشن على الاقل، قلت له لا ما راح احط ولا شيء مع احترامي لك، كونسيلر ولا اي شيء ولا اي شيء، قلت له مع احترامي لك تكفى ابي اطلع كذي. شيء يقول لي شلون يعني الناس راح تنتقدك، قلت له راح ينتقدوني انا بس صدقني والله راح يعبون راح يقولون مخرج شاطر هذا وانا ادري ان انت شاطر فراح تسمح لي. ففعلا الحمد لله يعني وافق اني انا اطلع بهذا الشيء بهذا الكاركتر بدون ولا نقطه مكياج، الكاركتر يسمح ان انا اسوي كذي. ان شاء الله ما ابي احرق العمل عليك. زين تتوقعين في ما قالت لي كذي ترى تحت الهواء ترضى تطلع من غير ميك اب؟ والله ما ادري، بس انا اتوقع في فنانات من الجيل الجديد يحبون التمثيل ما يحبون الشو. في فرق بين الفنانه اللي تحب الشو، في فرق بين الفنانه اللي تحب التمثيل. زين في فنانات يدت طبعا مع احترامي للقدامه، طبعا القدامه معروفين يعني كلهم فنانين اليدد، في فنانات يحبون الفن يحبون التمثيل فعلا، ما يهمها الشكل ما يهمها الشكل ما يهمها المكياج. يعني في انتقاد وجه للفنانه المصريه ياسمين صبري في مشهد هي مسويه حادث بالمستشفى بالعنايه المركزه وفي مكياج، بس ترى على فكره ما في مكياج
صج؟ اي ما في مكياج. لان هي كانت حاطه الرموش الدائمه هذه، احنا البنات نعرفها الرموش الدائمه هذه مالت اسبوعين ثلاث اسابيع. زين وبس وياها ما في مكياج ترى. اي ملاك لان كنت تتابعين مسلسلات مصريه اكثر. صحيح. من خليجيه وكويتيه. شنو قاعد تتابعين حاليا؟ طبعا اكيد نمبر 1 البرنس. بس انا احب خالد النبوي فقاعد اشوف عمله لما كنا صغيرين. احب اعماله، الفنان وايد مبدع. وطبيعي اتابع يسمونه عادل امام؟ لا ما امير؟ لا لا منو قلتي طبيعي فنان مصري؟ اي عادل امام. لا نسيت. محمد رمضان؟ محمد رمضان اكيد. منو اللي نزل؟ غاده. غادة عبد الرازق. اي طبيعي اتابعها. اسمها سلطانة المعز. سلطانة المعز. سلطانة المعز. نعم فعلا هي كل عام تقدم اعمال مختلفة وجميلة. نفس شاب وملاك. شاب وين ان شاء الله نوصل المستوى الفني يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا رب. الدراما قاعدة تتطور عندنا بالحياة وتتقدم بفضلكم ان شاء الله. شاب الامور المادية مهمة في اي عمل، ممكن شاب جوهر يعتذر عن عمل بسبب الأجر المادي أو ترتيب الاسم؟ إذا عجبني الدور لا لا. شوف ترتيب الاسم أنا هذا آخر همي. أنا بالنهاية العمل سيعرض، عرفت، والناس هي تقيمك وتنحفر أنت بذاكرتهم سواء اسمك كان أول شيء ولا آخر شيء. بصراحة أنت راضي عن اسمك في مسلسل جنة هالي؟ إيه الحمد لله عادي يعني. أنا ما تفرق وياي يعني الشكليات هذه ما تفرق وياي لأن أنا مو بطولة مطلقة يعني أساسا هي حاسب. بس أنت بطل بالمسلسل. بطل حالي حال حسين الملاك، حالي حال الأستاذة سعادة عبد الله، يعني كلها أدوار رئيسية. أنا هني ما أناطح وي مثل مسلسل أوراق الحب كان بطولة مطلقة، سجينة كان بطولة مطلقة، في أعمال بطولة مطلقة يحق لك أنك أنت تتناقش. بس ترتيب الأسامي في جنة هالي على النجومية ولا على الأقدمية؟ لأن دائما بالدراما لا على الأقدمية. على الأقدمية يت على الأقدمية فعلا يت على الأقدمية. نفس لا بس السؤال. أنت أقدم من فنانين نحطوا قبلك. لا يمكن هم يعني مشتغلين قبلي بالتلفزيون لأن أنا يعني بالتلفزيون يعني بالمسرح قبل التلفزيون. ما تبي تضايقهم او تقول لا 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 بالعكس عادي والله ما تهمني الشكليات انا بالنهايه. انت من اللي يحدد ترتيب الاسماء؟ المنتج او البطل؟ التسويق او المنتج او المخرج؟ على حسب. اي والمخرج اكيد يعني. بالنسبه لتملاك انت يفرق معك؟ انا عكس كلامه تماما. انا يفرق معي الاسم، مستعده اشتغل عمل كامل ببلاش ولا دينار اخذ، بس اسمي نحط بمكانه الصحيح. لأن السنوات اللي أنا تعبت فيها وأبني فيها اسمي والتعب اللي أنا تعبته بشغلي حرام يضيع علشان واسطة أو علشان والله المنتج يحب الفنانة هذه أكثر من الفنانة هذه. طبعا مو الكل المنتجين، لا مو كلهم، قلة قليلة صاروا قبل كانوا تارسين الساحة. الحين قلة قليلة تلاقي منتج مو زين أو مخرج مو زين. الحين والله الكل مع احترامي لهم كلهم زينين، كلهم طيبين، كلهم يقدرون شيء اسمه فن، وكلهم الحين فعلا قاعد يشتغلون عشان الفن فقط. بما ان هذا الشيء مهم عندك، في جنة هالي تناقشتي في هذا الموضوع؟ اخترتي ترتيب اسمك ما بين اسماء؟ لا انا ما اخترت. بس انا سالت استاذ منير قلت له اسمي راح ينحط، كان يقول لي مالك شغل اسمك راح ينحط بمكانه الصحيح. وفعلا اسمي انحط بمكانه الصحيح. نعم بالنهاية احنا شفنا عمل ممتع وكل واحد فيكم له وجهة نظر. الموضوع هذا مهم جدا بالنسبة حق ملاك لان هي مثل ما قالت تعبت ويعني وقدمت اعمال، فما راح تسمح ان تي فنانه جديده او صار لها سنه سنتين وينحط اسمها قبل. اما شاب مسالم لا هو مو معناته ان ملاك مو مسالم. انا شنو اتفقت؟ إيه؟ انا لما هي اتفق ويا المنتج تعال اسمي يكون هني. إيه؟ اوكي ليه حق؟ بس اذا انا لا نتكلم على اسمي يعني انت لما تشتغل في ناس تشتغل وياهم زين يعني ما تقدر تي تقول لهم اسمي وين بتحطون. يعني انا اروح حق مثلا استاذ سعود عبد الله اقول له ام طلال وين بتحطين اسمي؟ ما اتجرأ اقولها يعني اعتبرها قله ادب مني. وبعدين انت تبي توصل شيء مو وين للجمهور. مو وين انت بتحطين اسمي، هو ما له شغل وين تحطين اسمي. هل اسمي في مكانه الصحيح او لا؟ يعني انا اشوف الكاست اللي معي منه، هل انا اقدم منهم او لا؟ انا تفوقت
وخذيت مكانه مو علشان انا يضيع اسمي بين النجوم، لان احنا بالكويت ما شاء الله كم نجم وكم نجمه. زين اذا في فنان اقدم منك بس مو نجم نفسك، تقبلين ان على الاقدميه يكون اسمه قبلك؟ طبعا وصارت وايد بامل، وفي يعني في ما راح اذكر منه، في عمل من الاعمال في فنانه قبلي ببرامج، قبلي ببرامج بس انا قبلها بالدراما. المنتج قال لي ترتيب الاسامي اسمك بعدين اسمها، قلت له لا، قلت له انا اتابعها من وانا صغيره، قلت له هي قبلي. هو طالعني يعني بنظره الله يذكره بالخير موجود، طالعني بنظره انه يعني مستحيل احد يسويها، قلت له هذا حق، مثل ما انا ما ارضى على حقي ما ارضى على حق الناس. صحيح. هي قبلي بالبرامج، انا قبلها بالدراما، فانا كنت اتابعها، فشيء طبيعي اسمها يصير قبلي. نعم، الله يكثر من امثالك ملاك. الله يسلمك. انه يكون في ناس يا بعد شبدي هذه كلمتك. لا ترى ملاك انا ما قاعد اجاملها، لان هي فزعه وهي حقانيه في 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 عملها في شغلها، وننطر منك اعمال اكثر ان شاء الله في الفتره المقبله إن شاء الله. سواء في المسرح او بالتلفزيون. شاب عندك عمل امي دلال والعيال. إيه. مع الفنانه الكبيره هيفاء عادل. وين صار له مده؟ والله هو العمل للام بي سي، ويعني هم في شويه امور يمكن ماليه او شنو الظروف الانتاجيه انا ماني عارف. وفي امور حصلت الله يرحمها اختنا الغاليه صابرين ورشيد كانت فيها الله يرحمها، في مشاهد كثيره لها ما تصورت، ففي شوي يعني في شوي يعني بعض المشاكل اللي انحلت حاليا يعني. وان شاء الله يعني ورا رمضان ان شاء الله يشوف النور ان شاء الله. وصلنا للاخير، عندي سؤال حق ملاك واطلالتك الجميله المميزه، هل فعلا أمري. ان هي هذه القطعه ما في منها الا قطعتين؟ ما يصير اقول لا ما يصير اقول لا ما يصير اقول لا ما يصير وايد خاف من نجم. حلوة اطلالتك وتساعد عمري انت اللي تبلين وتكلمي عن اطلالتك. والله انا مع الاسف مع الاسف مع الاسف ما حفظت، هي وحدة مصممة هي دزت لي الدراعة، انا وايد حابة اشكرها على الهواء، ما حفظت اكونتها بس راح احط اكونتها بسنابي بعد شوي بالانستغرامي. ومشكورة وايد على الهواء على الدراعة الجميلة، كاميرتي مشكورة وايد على الهواء زين على الدراعة الجميلة، ومكياجي انا مسويته، وشعري انا سويته في البيت بس انتم عدلتوا عليه هني شويه في الاستديو زين. وبس والله تبلين بصراحه انت اللي تبلين، انت اللي مزينه الدرع، واول مره التقي فيك وانت وايد شخصيه جميله وانا وايد احبك. من تشرفت والله بلقائك. من مواقع التواصل اشوفك واتابعك، احبك انت وبناتك، ربي يوفقك يا رب. تسلمين. الله يسلمك. شرفتونا واحنا استمتعنا، الوقت الجميل يخلص بسرعه، وانتم عارفين ملاك وشهاب معزتكم عندنا وش كثر احنا نحبكم فنيا، سواء نجمه ملاك او النجم الجميل شهاب جوهر. في هديه بسيطه مقدمه من اطياب الديوان حق ضيوفنا الكرام، وايضا من مرشات الكويت. شكرا. هذه معقمات المرشات. يعطيك العافيه. وايضا حق الفنانه ملاك. شكرا. وشهاب جوهر شرفتونا. الله يسلمكم. ونورتونا. حابين تختمون شو تقولون في الختام، شو تقولون حق الناس؟ اول شيء حق الناس اللي سالوني وزعلوا ان انا مو متواجده طول فترة رمضان، أقول لهم إن شاء الله أعوضكم بأعمال أحلى وأحلى، وإن شاء الله العمل مثل ما تابعتوه وحبيتوه لين النهاية راح تحبونه وتشوفون أحداث وايد جميلة وايد أشياء راح تصدمكم إن شاء الله. وشكرا حق أم طلال طبعا هي اللي خلتني أرجع مرة ثانية، وايد شكرا يما، يعطيك ألف عافية، كل عام وانتم بخير ومبارك عليكم الشهر ومع السلامة. إيش هذا الختم عندك؟ طبعا أنا أحب أشكر الجميع، أول شيء أشكركم على الاستضافة الجميلة، وإن شاء الله في أعمال إن شاء الله بس الأزمة هذه تروح إن شاء الله على خير. عبد الناصر راح يتغير؟ شلون؟ عبد الناصر راح يتغير؟ ما تدري يموت يلحق ثلاث ولا يتم نفسه يلقى واحدة تبعها. لا في مفاجآت حلوة إن شاء الله. أنت لا تصيرين مؤلفة. يمكن يلاقي واحدة تبعها على البحر. على البحر. فخلهم صالح يشوفوا المسلسل. في مفاجأة حلوة إن شاء الله للناس، وأنا حابة يعني أغتنم الفرصة أمانة أشكر أول شيء الجمهور على حضور المسلسل ويعطيهم العافية، وأشكر الأستاذ منير الزعبي أمانة اللي تعب وياي أنا شخصيا في هذا المسلسل، وأشكر حبيبتي الغالية
أم طلال وجه له تحية ومحمد يعطيكم العافية وما قصرتوا، وإن شاء الله في أشياء أجمل بعد إن شاء الله. شكرا لكم، شكرا لك صالح، شكرا للمتابعين لحسن المتابعة. وصلنا إلى نهاية، إلى اللقاء.